الوقت تقريبا. خلنا نمشي في طريق الأرباح، نسميتها في طريق الأرباح، طرق وأساليب استراتيجيات. خلنا نقسمها ثلاثة: ما قبل المشروع، أثناء المشروع، انتهاء المشروع، ماذا لو اللي حقت إدارة الأزمات وغيرها، من خلال خبرة أبو قيس. قبل المشروع أول شيء أنت يكون عندك فكرة، هي تبدأ كذا فكرة، الفكرة هذه تسويها نموذج عمل، نموذج عمل تكتب المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها السلع. لا كتبت المنتج هذا، تكتب الفئة المستهدفة، بعد ما تكتب الفئة المستهدفة تكتب المنافسين، كتبت المنافسين تحلل المنافسين، بعدين تكتب نقاط القوة حقت المنافسين، نقاط الضعف، بعدين أنت إيش تبغى تفرق المنافسين؟ تبغى تنافس بالجودة، القيمة حقتك إيش هي؟ هي جودة. أحب أبو قيس، أعطني إياها الآن بأمثلة. أمثلة. معك طارق الآن بيفتح لها مطعم. تفتح لي مطعم. أول شيء الفكرة. الفكرة. قلت لي مالك أنا بفتح معه شاورما. شاورما حلو. إيش فكرتك يا طارق؟ هل أنت تبغى المنيو واسع؟ هل تبغى المنيو منتج واحد؟ فكرتك إيش خالد؟ مثلاً خلينا أقول أنا طارق، أصير طارق. حلو. أنا بسوي مشروع الآن مالك. ممتاز. أبغى أفتح مشروع شاورما منتج واحد، منيو مختصر، ركز فيه على الكواليتي، الخبز، الميزة التنافسية اللي عندي إنه الخبز يتسوى في لحظتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعاً الكل راح يقول عليها الطعم، وهذه ما تدري عنها، نشوف هل تتحقق ولا لا، لكن الميزة الأساسية حقة المشروع بسوي خبز. بس فكرة تنافسية. أيوة. ذكرت تنافسية. أيوة. القيمة. ما بطلع زي الناس الباقيين. أيوة. أنا بنافس إنه الآن الخبز عندي شاف فيه 1000 محل شاورما، وأنا كيف أفرق عنهم؟ أبغى أسوي أخلي القيمة حقتي والشيء اللي قاعد أوصل الناس، أنا الخبز حقي أسويه الآن حار، تأخذه حار من التنور يطلع عليك. الشيء الثاني ممكن أقول على الدجاج حقي كذا كذا، شوف السوق إيش فيه. طيب هل المنتج يخدمك؟ لما ترفع الجودة ترتفع سعر المنتج. هل منتجك هذا يتحمل فئة المستهدفة رفعت التكاليف هذه؟ مثلا الفول لا تيجي تلبس لي هو بشت، شريحة المستهدف حقة الفول معروفة، لا توصله 15 16 17. لما يكون عندك منتج أساسي الفول ب 15 مشروعك فاشل. والله منتج في محل فطور ولاونج فول بيعه ب 15، منتجك الأساسي الشاورما تجي تقول لي سندويتش قد كده وأبيعه ب 17 في شارع، أنت عارف الناس اللي فيه. أيوة. تقول لي بذبح الدجاجة قدامك، هذه تكاليف اليوم، هذه تكاليف راس تدرسها صح، هل مجدي أو غير مجدي الميزة هذه بقدمها، هي ممكنة أو لا؟ خلاص عرفت إيش احتياجي الآن جديد. هذه ريادة، مقريات عمل، هذه ريادة. أنت قاعد تقود الآن منتج أو سوق جديد أو تخلق سوق جديد، هذه ريادة وهي أصعب شيء، المخاطر فيها أعلى بكثير. لكن لما نأخذ نموذج والله ناجح في جدة وراح أكل عنده أسبوع كامل وأشوف الوضع وأشوف الأمور وأشوف التنور وأشوف حجمه وأشوف تقسيمة المكان، أشوف كم الموظف فيه، أشوف حجم الصيخ، أشوف الأسعار، أشوف تواجده الرقمي. إيه بس كيف أعرف إنه نفسي هو؟ نفس فكرتك. إيه نفس الفكرة. فكرتك. المشكلة في مشكلة. المربع اللي أنا فيه. المربع اللي أنا فيه هذا هو اللي أنا بدخله. مو شاورما، لا هذا النموذج. لازم الناس تكون أكثر تحديداً. لما تقول لي قهوة مثلاً، دانكن قهوة، ستار قهوة. صح ولا لا؟ مختلفين. تيم هورنز مختلف. لما نجي على المقاهي مثلاً في السعودية مختلفة تماماً، نماذج كثيرة فيه. النماذج اللي ناجحة وأشوفها كويسة أربعة، لكن في 16 نموذج إكس. أبغى أمثل الآن في مشهد كذا، كيف الواحد يعرف هو منتج إكس ولا مو إكس؟ حلو. نفرض الآن عمود من 1 إلى 10 أرقام، كل واحد يمسك ورقة وقلم الآن يكتبها من 1 إلى 10. حلو. يمسك خط أفقي يكتب المنتج اسمه، السعر، أجاره، ديكوره، كل شيء يكتب فوق، يكتبها بس كذا كتابة سعر أجار. تحت من 1 إلى 10 أنت بتفتح محل شاورما، قلت لي صح؟ تبيع شاورما في كم؟ أعطيني رقم. الحبة مثلا. الحبة 7 ريال مثلا. 7 ريال. 7 ريال هي متوسط السوق، فتروح عند رقم 5 تحط إشارة. تمام. جيت عند الأجار، الموقع اللي حاط عينك عليه 200,000 عالي 10 كذا منت إكس. تمشي بخط متوازي لازم. تجي جنسيات العمالة، تجربة العميل، أحد يفتح لي الباب ومدري، أنت رفعت تجربة العميل نزلت 10 إكس.
مش بخط متوازي. والله قلت لي بوفية وفحارة وبستهدف الفئة ذي، خليك كل شيء بخمسة ريال، لبس العمال عادي جدا، تواجد رقمي ما في، استهدف الحي جالس، تكاليف كل شيء قليل، أجارك 20,000، خط متوازي هذا صح. مو لازم في كثير خاصة السيدات يخطئون في نقطة، مشروعي لازم ديكور إلزبث، والله وإني ببيع بوفية صح تحصله في مكان كذا معزول وكذا وجميل وديكور فخم، هاي تكاليف. واحيانا يسمعون فيها تجربه تعميل، تجربه تعميل هذه مكلفه، احد يفتح لي الباب وتحط لي فوحات والديكور والاضاءه وموظفين رواتبهم ما ادري كم، وواحد لابس كرافته، هذه هل انت سعر منتجك يوازي اللي قاعده تسويه ذا كله؟ فهنا نموذج مضروب، لازم يمشي بخط متوازي. عشان كذا نرجع قصة الشاورما ذكرناها سابقا، حلو. تعرف انت مين؟ انا في واحد الله يجزاه خير ورجاله كثير في اشياء اسمه مصطفى، قال في الفكره اجلس سنه، تخطيط اجلس سنه، بس لا استاجرت نفذ بسرعه، لا بدات لانه الوقت لا مر عليك، هذا كلها تكلف. سنه مقصود اني قد اشترك في مطعم او اجلس معهم او اعمل يمكن فيه حتى. افضل شيء تسوي انك تشتغل. ايوه افضل شيء ممكن تسوي، لكن احيانا عمرك ما يسمح، احيانا وضعك الاجتماعي ما يسمح. نقدر ايش تسوي؟ استثمر في الموارد البشريه، استثمر في الاداره، تبدالي بدون محاسب، بدون مدير تشغيل، ومدير التشغيل هذا ممكن راتبه يكون 15,000،